مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلسي ان. اليوم رسالة عاجلة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى الرئيس قيس سعيد. قال الغنوشي تبعا لحادث اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكر وضعه الصحي بما يمثل تهديد جديا لحياته، فإن مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمئنة أهله والرأي العام حول سلامته وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه، وندعوكم إلى التعجيل بإطلاق سراحه. ولا يفوتنا التذكير ببياننا السابق في الغرض الرفض الإجراءات الغير قانونية التي طبعت ضده وضد عدد آخر من النواب وإدانتها. كما كنت تسمع، ذي كانت رسالة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب السابق مجمد أعماله ورئيس حركة النهضة، وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص نور الدين البحيري قيادي في حركة النهضة بعد ما تم القبض عليه وقالوا حالته الصحية تدهورت على الأخر. والبارح زادت دولة برشا إشاعات أنه توفى نور الدين البحيري، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.